آخر شيء في هذا الكتاب المبارك في الأصول الثلاثة. 在三项基本原则的这本书的最后讲到。ذكر شيئا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر مما يكون بعد الموت. 讲述了关于后世的，关于在死亡之后的后世的一些情况。وذكر أن الموحد لا بد يكفر بكل ما يعبد من دون الله. 讲述了一个认拜安拉独一的人必须要否认所有安拉以外的受拜者。كيف نعبد أخشاب أحجار؟ 为什么有些人要崇拜那些石头木头？كيف نعبد أموات؟ 为什么有些人崇拜金崇拜金钱 ？تعبد الحيوانات؟ 为什么有人去崇拜 الشمس القمر؟ 动物以及太阳月亮。كيف نعبد الخلق؟ 为什么有些人要崇拜被造物呢 ？ما يعبد إلا الخالق سبحانه وتعالى. 没有应受崇拜者，只出产了。لأن هذه جمادات. 因为那些木头、树木等等，那都是无机的无机物。مخلوقات.都是被造物 لا تنفع ولا تضر 他们既不能使人受益也不能伤害人 لا بد أن يعبد الخالق سبحانه وتعالى 我们应当只崇拜创造者独一的安拉 لا يمكن أن نعبد الشيطان 我们不可以崇拜恶魔 لا يمكن أن نعبد الخلق 不允许崇拜任何被造物 لا يمكن أن أرضى أن أعبد من دون الله 我们不允许舍安拉而崇拜 هل يمكن أن تعبد من دون الله أو ترضى هذا؟难道你要崇拜安拉以外者吗？ لو جاء إليك إنسان وركع وسجد لك لابد أن تنكر هذا. 一旦有人想要崇拜你，比如给你叩头，你应当表示否认。لأني لا أستحق أن أعبد. 因为我们知道自己不是应受崇拜。أنا عابد مخلوق. 我们应当是只崇拜安拉的被造，我们是被造的。كيف يعبد إنسان وهو أكرمك الله يأتي البول والغائط؟ 人为什么？一个那个有大小便的人怎么能够应受崇拜呢 يموت 还有死亡的人 ولا يمكن أن أدعي علم الغيب أقول غدا يقع كذا يوم القيامة تكون يوم كذا 作为一个人我们不应当妄称自己知道优选比如明天要发生什么什么事物 لا نحكم إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم 一切判决只是阿拉的判决والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 知之，愿 الله 赐福安于最尊贵的先知和使者，我们的先知穆罕默德，صلى الله عليه وسلم.